كان نظراته مننا وحشه، اللي احنا يعني شغالين بعربيه كاربو بنلم كمامه، لا انت كده انت وحش، ما تقفش هنا، يلا امشي من هنا. اهلا، واضح انا علي الشرقاوي من طنطا منطقه الجلاء، 29 سنه. انا والله يعني شغلي عباره عن ان انا شغال بعربيه كارو، بلم كراتين وبلاستيكات وكنزات وازاز ميه. وانا مش حكايه اللي انا ما استعرضتش منه ولا حاجه، بس انا اللي انا يعني ما لقيتش حاجه افضل اللي هي تعيشني، اللي انا اقدر اصرف بقى على نفسي وعلى التمرين وعلى والدتي، لان انا والدي متوفي وانا عندي سنتين، فوالدتي الله يبارك لها عايشانا ام واب. برغم الشغل وكده اللي انا بقوم الساعة 4 الفجر واتبهدل في الشوارع وادوخ واتعب وكده، بس انا ما اقدرش ان انا اريح يوم من التمرين. اليوم اللي انا بريحه من التمرين انا بتعب فيه، ما بيبقى فيه حاجة كده اللي انا مش قادر اتحرك. ساعات والله كنا بنتمرن واطلع ما فيش اكل، بس انا ما كنتش اللي انا يعني بحب اللي انا اوقف تمرين. انا يعني ليه يا رب، اهو يا رب وربنا هيكرمني واحاول ان انا اعمل حاجة افضل، مش اللي انا يعني لقيت الدنيا مخبطه معايا امشي غلط واقول اصل الدنيا الظروف. لا، انت بايدك تعمل كل حاجه، يعني ما يأسي. نزلت ماتشات، حققت 4 اوائل غربيه، وحققت كاس مصر، وحققت جمهوريه اللي هي الدرجه الاولى اللي هي منها للعالم على طول. بس المشكله كانت في الامكانيات، يعني ان مفيش امكانيات اللي احنا يعني نعرف نطلع لحاجه اكبر من كده. كان هو من اول واحد يعني كان نزل لي الصوره بتاعتي، وانا ما كنتش يعني بصراحه ما كنتش متوقع ان الناس يعني هيتغيروا معايا، لانهم لما كانوا يقابلوني في الشغل وكده كان نظراتهم لينا وحشه، اللي احنا يعني شغالين بعربيه كارو وبنلم كمامه، لا انت كده انت وحش، ما تقفش هنا، يلا امشي من هنا. انما الناس لما شافوني وعرفوا حكايتي وكده، الطريقه معايا اتغيرت.